كل الأطفال للأسف بيولدوا أصحاء، لأنه بنفس الوقت ممكن نشوف كتير أطفال عندهم أمراض، عندهم مشاكل صحية ممكن بسبب عدم أهمال الأهالي وتأخرهم باكتشاف الحالة أو اكتشاف العلاج. لكن دائما بنقول إنه العلم هو بوابة لكل الحالات الصحية والجسدية والنفسية. رشا، أكيد هادي، ودائما وقت بنقول طفل فهو اليوم هبة من رب العالمين وهو أمانة بأعناق الأهل اللي دائما بتمنوا يشوفوا هذا الطفل بأجمل الحالات الصحية والجسدية. ولكن يعني مثل ما قلنا بعض الأطفال بيكون نصيبهم أنهم يخلقوا بمشاكل خلقية ويكون عندهم مشاكل خلينا نقول بالاضطراب السلوكي، ولكن اليوم المراكز اللي تعنى بهي الحالات أثبتت وبجدارة عمل على الأرض وقدرت تسجل حالات شفاء كتير من هدول الحالات. وإذا اليوم ما في شفاء اليوم فعنا تراجع بالحالة ليكون الطفل سويه بين الناس وراحت لدمجهم لحتى يكونوا هنون أطفال فعالين بالمجتمع وليس عالي على المجتمع. اليوم رح نضوي أكثر على عمل هدول المراكز، شو عم بيقدموا وكيف عم يكون خطة العمل وشو هي الحالات اللي عم يكون فيها شفاء كتير مهم. وضيفتنا لليوم هي الدكتورة صبا حمود، دكتورة في إدارة الأعمال ودكتورة في علم النفس ومديرة مركز أنا وطفلي. يسعد صباحك دكتورة. صباح أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيفك؟ أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا، يعني يعطيكم ألف عافية عم تهتموا بهدول الفئة من الأطفال اللي فعلا هنون بحاجة لرعاية ودعم أكثر. خلينا بداية نتعرف عن عمل المركز، عن الحالات الموجودة فيه. نعم، هلا نحن بمركزنا في بناخذ جميع حالات اللي عندها مشاكل سلوكية، في مشاكل نقص السمع، مشاكل تأتأة والإبدال والخنف، وبالإضافة لأطفال الشلل الدماغي، هدول الأطفال اللي بيحتاجوا للتأهيل الفيزيائي بالإضافة للعلاج السلوكي. هلا الحالات التوحد او بالاحرى نحن في عنا في احيانا اخطاء التشخيص بتصير، هي اللي بتخلي لما بصير في خطا بتشخيص اي حاله بتخلينا نتبع خطوات ومراحل علاج خطا. فتشخيص اي حاله يحتاج الى زمن. بدايه نحن لما الطفل بيجي بالبدايه بنسمع شو رؤيه الاهل او شو الاعراض اللي عم يشوفوها عند الحاله. طبعا هي ما فينا نقول عنها امراض، اللي ما عنده هي عبارة عن اضطرابات سلوكية وتواصل. يعني بعد دراسة الحالة المبدئية الأولية سماع شكاية الأهل، نسأل الأهل وين تقرير طبيب عصبية، لأنه كتير ضروري نعرف هل هو في عنده فعلا مشكلة بالدماغ بالأعصاب أم لا. بناء على تشخيص طبيب العصبية نبلش نحن رحلة وضع الخطة والأهداف لعلاج هاي الحالة. هلأ في عنا شيء اسمه الانسحاب البيئي عند الطفل، هاي الحالة تتشابه جدا أعراضها مع أعراض التوحد. فنحن كتير مهم أنه نعرف نشخص بشكل دقيق لحتى نقدر نفصل هاي الحالة عن هاي الحالة. ودائما التشبيك مع الأطباء الأخصائيين عم يكون كتير مهم، وخاصة مثل ما ذكرت اليوم التشخيص الخطأ عم يكون صحيح مشكلة برحلة العلاج، وحترجعوا كمركز من نقطة الصفر. اليوم ما شاء الله دكتورة صبا حضرتك كنتي مشرفة انت واخصائيين على حالات طفولية كتير كانت صعبة. وفي منها كتب لإلها شفاء، يمكن في اطفال ضمن المركز كانت اول خطوة لإلهم بمركز انا وطفلي. صحيح. اليوم هيك حضرنا شوية كليبات حالات اليوم رح نتعرف عليها من خلالك ونعرف كيف كان التشخيص، بس هيك يكون جاهز الكليب خبرونا لو سمحتوا. طيب خلونا ناخذ اول كليب اول حاله ونتابع على الشاشه دكتوره لحتى تقدري تشخصي لنا الحاله، تفضلوا. شوف الحالة لطفلة على سلم، يعني عم شو كانت حالتها؟ هذا الموضوع هو باختصاص الأخصائيين علاج فيزيائي، في معنا الدكتور رامز الله يعطيه العافية هو مشرف دائما ومتابع لهي الحالات. شو كانت حالتها؟ هي في عندها انه ميلان بالرجل وتقوس، وفي عندها صعوبة بالمشي، فبالتدريبات والتمارين هي اللي
نقوم فيها من خلال طبعا نحن في عندنا تجهيزات خاصة لعلاج هاي الحالات يعني، فمن خلال التدريب المتواصل للطفل والشغل معه هي توصل لنتيجة جيدة. تمام، كان في تطور بالعلاج لبعض الأطفال، خلينا نحكي ونوضح عن الحالات اللي تمت متابعتها ووصلت لمرحلة الشفاء. نعم، هلأ في عنا طفلة ما بعرف إذا خلونا ننتقل لو سمحتوا للحالة الثانية كرمال هيك نعرف أكثر اليوم شو كانت حالتها وكيف كان التشخيص. تفضلوا. تمام، شو فينا نفسر هيك حالة دكتورة؟ هلأ هذا الطفل هو اسمه نظير، هو كان عنده شلل دماغي رباعي رخو. فهذا هي يعني الطفل بهي الحالات ابدا عنده العضلات ما بيقدر يستخدمها ولا حتى هي حاله انه يجلس ظهره او يرفع راسه. هذا بعد شغل، بعد شغل وتعب من الاخصائي اللي عم يشتغل معه يعني. هي الحاله الاستاذ رامز له فتره منيحه مستلمه وعم يشتغل معه، فكتير صعب لولا التزام الأهل طبعاً معانا بمواعيد الجلسات. لازم أنه مساعدة الأهل بتكون بأنه هنن يلتزموا معانا بالمواعيد المخصصة. أكيد. نحن لأنه كله متكامل عملنا مع عمل الأهل، يعني نحن ما فينا ننجز أو نحقق شيء دون ما يكون الأهل عم يتابع معانا. شركاء اليوم أنتوا؟ تماماً. تمام، خلينا نرجع لموضوع العلاج ونسبة الشفاء يلي سألناها عنك دكتور. هلأ في عنا طفلة تانية كمان تماثلت للشفاء، كان خطواتها الأولى عنا بالمركز، كمان كان عندها شلل رباعي وكانت غير قادرة تمشي بدون مساعدة. فنتيجة العلاج هي الطفلة اسمها مها، نتيجة العلاج والجلسات المتواصلة قدرنا نوصل معها للخطوات الأولى. طيب احنا محضرين كليب لمها لطفلة يعني بخطوات الأولى ضمن المركز، خلونا نشوفه. ألف عليا همزي، مين كتبها هاي؟ كتب لي مثل هاي ألف. أنا همزي. يلا برافو. شو هذا يا يحيى؟ ألف؟ اللي ألف؟ ألف أنا همزي. قبل ما نرجع نشوف كليب مها، يحيى اليوم من شو بيعاني؟ وعم شوف انه اليوم هو بعمر هلا هذا الطفل ما هو بيعاني من الايكولاليا اسمها او الصدوئيه. شو يعني دكتور؟ يعني انه الطفل مثلا بسنواته الاولى بيكون بيقلد اي صوت بيسمعه، تمام، لحد سن سنتين ونص ثلاث سنوات بيكون الطفل عم ياخذ من البيئه، عم يكتسب اي كلمه لحتى يصير عنده مجموعة معلومات تراكمية. الطفل إذا تجاوز سن الثلاث سنوات واستمر بهي الحالة إنه هو يقلد التكرار السريع والمباشر، يعني بتقول له صباح الخير يحيى بيقول لك صباح الخير يحيى. فنحن بالتدريب بدنا يعني نحن بنستخدم المشكلة اللي عنده لحتى نوصل لخطة علاج مناسبة. يحيى اليوم ضمن الفيديو عم بيجاوب يعني صار طبعاً اليوم طبعاً فصل قدر يفصل اليوم طبعاً الطفل بعد لما هلأ نحن مشاكلنا هي تعتمد على العلاج السلوكي التربوي. فلما بتم كشف الحالة مبكراً من الأهل وبتم متابعتها من قبل أخصائيين، فحكماً بيلاقي تحسن، بيحسن يندمج مع المجتمع بالحد الأدنى، بيعرف يلبي احتياجات ويتخلص من لغة الإشارة المستخدمة عادة عند أطفال التوحد. خلونا نشوف مها وخطواتها الأولى ضمن المركز اليوم، قديش كانت فرحتكم كبيرة؟ جاهز؟ تفضلوا. تمام، خلينا لسه كمان نتابع حالة. بس قديه معها اليوم فرحة أهلها يعني اليوم هي أول خطوة دكتورة عندكم؟ هي أول خطوات بدون مساعدة، كانت معها تمشي بس بمساعد يعني. هي بعد التدريب والعلاج يعني جلسات العلاج المنظمة التزام الأهل معنا، هي مهم دور الأهل جدا. لأنه ممكن كتير أطفال بنشوف وصلوا لمراحل متقدمة من أو طبعا الطفل بعد فترة ما عاد عنده قدرة على التحسن، فهو يفترض نبلش معه بسن مبكر. طيب تمام، نحن حابين كمان ناخذ امثله ونشوف حالات اكثر، خلونا نتابع. هون زرافه، هون افعل، هون سمك، برافو، هون خروف، هون فيل، احسنت، هون حمار وحش، برافو، هون حصان. حصان.
قديه مهم اليوم دكتورة نحن ندمج الأطفال يلي عندهم اضطرابات بالسلوك؟ هلا المهم بالبداية نبلش عمل باكرا مع الأطفال حتى يكونوا مؤهلين للدمج. لأنه لما نحن بدنا ندمج أطفال عندهم سلوكيات غير صحيحة مع أطفال سليمين، الأطفال عادة شاطرين بمهارة التقليد، فنحن كرمال ما نوقع بهاي المشكلة يفترض نشتغل معهم علاج سلوكي، تدريب وتأهيلهم تربويا بشكل جيد حتى نقدر انه نوصلهم على مرحله حتى هن الاطفال يكونوا بامان بالمجتمع. لانه الطفل حتى ولو ما بيعرف يقدر انه هذا مريض او عنده حاله خاصه او هو بحاجه انه متابعه بطريقه اخرى كي. فالاطفال ممكن يتعرض لضرر نفسي واذى نفسي نتيجه حالته اللي هو ما ذنبه فيها. طيب دكتوره بدنا هيك نحاول نعبي هيك معلومات مهمه لكل حدا اليوم عم يشوفنا وعم يشوف نتائج عملكم على الارض اليوم، كيف عم يتم تاهيل الكوادر الاخصائيين المشرفين اليوم على حالات الاطفال؟ هلا نحن في عنا دائما كل الاخصائيين عنا خضعوا لدورات تدريبيه في دبلومات باكاديميه دايموند فيوتشر، دبلوم تربوي هي خاص باطفال الاحتياجات الخاصه او تدريب مدرب مؤهل ليكون يعني ليكون مؤهل للتعامل مع الاحتياجات الخاصة. طبعا التعليم الأكاديمي غير كافي لحاله، نحن بعد ما نخلص فترة التعلم والتعليم ننتقل على مرحلة التدريب الفعلي العملي، فنحن كل الأخصائيين بيكونوا عندنا لفترة معينة متدربين، ثم بصير انه اللي قدر يثبت جداته فعلا، لانه نحن ما فينا نجرب بالاطفال. صحيح، نحن بدنا نتاكد انه هل هذا الشخص هو فعلا قادر يتحمل هاي الامانه والمسؤوليه انه هو يشتغل مع هاي الحالات او لا. اكيد. خلينا نحكي عن التاهيل الفيزيائي للاطفال، شو الحالات اللي بيعنى فيها؟ هلا عندنا نحن مثلا الاكثر شيء انه الشلل الدماغي، اطفال الشلل الدماغي، لانه هدول لهم يعني عندنا بالمركز لهم اكثر من قصه بالعلاج او برحله العلاج. فالطفل هو يعني بيجوا الاهل بيكون في تقارير، بيكون في اطفال حالاتهم واضحه يعني، ولكن حتى العلاج الفيزيائي لا يجوز البدء فيه دون تقرير طبيب اخصائي. اكيد. طيب وحتى الاهل اليوم رحتوا لاجراء كورسات كرمال الدرب والاهل نعم. اليوم كيف تعاملوا مع طفلهم خارج المركز؟ يعني نجحتوا بهي الكورسات؟ هلا نحن دائما بنحاول نعمل ورشات عمل كرمال نحن نعلم الاهل كيف يتقبلوا ابنهم وكيف ناهلهم لحتى يقدموه للمجتمع بشكل صحيح. هلا بالغالب ما بيكون الاهل رح يتقبلوا اي طفل شو من كان يكون، بس المشكلة أحيانا بيعاني من الأهل بالمجتمع أو بالمحيط أنه ليكي ابنك ليش عم يصرخ، ليش عم يعمل هيك، ليش. فهو هذا الطفل نحن لازم نحن يعني التوعية فعليا هي مو للأهل، لأنه معظم الأهالي بعد الانتهاء من مرحلة الصدمة بأنه ابنهم عنده هاي المشكلة هنهم بيتقبلوه، ولكن المشكلة بالمحيط بالمحيطين يعني دائما هنهم العامل السلبي يعني، ولكن كأهل اليوم مفروض هذا الطفل يكون بالضوء تماما يعني كرمال العلاج. تمام دكتورة، خلينا نوضح كان في تشبيك بينكم وبين أطباء اختصاصيين. هلأ نحن في عنا طبيب علاء حبيب بطرطوس، في عنا مثلا أحيانا نحن بنحتاج استشارات مشان حالات النطق في مركز دكتور حيدر عبود، في طبيب داخلية دكتور إباء، عفوا طبيب عصبية دكتور إباء سليم، في دكتور كاظم كمان هذا بحمص كمان طبيب أطفال. فنحن كل يعني كل حالة حسب شو المطلوب نحن بنوجهها باتجاهها. طيب دكتوره دائما هيك من خلال عملكم انتم اليوم عم تحملوا رساله انسانيه جدا مهمه، ويمكن شفاء اي حاله كانت بالنسبه للاهل اليوم حلم لهم انه نشوفوا اليوم صحيح قادر يركز، قادر يمشي، قادر ينطق، قادر يحكي. صح. ودائما نحن بنقول للحلم في بقيه وتتمه، اليوم لوين رايحين بهذا الحلم؟ هلا نحن بعد ما بعد عمر في عندنا عمر معين لعمر ال 11 او حد اقصى 12 سنه، بعدها ما بقى نقدر نستقبل الطفل بالمركز، فنحن في عندنا حلم اكبر بانه نحن نساوي مثل مدارس مهنيه لتاهيل هدول الاطفال باعطائهم حرف ومهن. هلا ونحن في عندنا كمان بدنا نفتح معهد عالي للتخصصات إدارة الأعمال والعلوم السياحية، معهد الإلياذة.
فكمان هذا الاطفال اللي بيتجاوزوا مرحله الصعوبات وهيك. شو حلو اليوم مستمرين بحلمهم اليوم. فهذا المعهد هو موجود حاليا بطرطوس بس رح يكون ان شاء الله بالسنه القادمه بحمص. فالفكره انه نحن هذا الطفل الاطفال بعد ما نتاكد انه هن تجاوزوا مشكله صعوبات التعلم، تجاوزوا مشكله، وبالنسبه لاطفال التوحد في اطفال عندهم نسبه ذكاء عاليه جدا. تمام دكتورة، بالختام خلينا نعطي نصائح أخيرة منك لأهالي الأطفال. هلأ أول شيء، أول نصيحة أنه ما حدا يسمع شو مكتوب على النت. تمام. لأنه نحن المشكلة اللي منعاني منها أحيانا أنه بيجوا الأهل أنه الأم مثلا هذا ولد الأول كذا، فأول شيء بتشوفه هي أول مشكلة أنه هيك شفت على النت ابني معقول يكون عنده توحد، بتصيبه حالة أحباط. أحباط هو بيكون ما في توحد، بس وين بتكون المشكلة؟ المشكلة نحن هلأ صار بدنا اولادنا ماشيين مثل كانه خريجين على البيك بن. فهذا الشيء لا يجوز، الطفل هو بحاجه يفرغ الطاقه الحركيه، بحاجه يلعب يشعر بطفولته. هلا الالعاب الالكترونيه مثلا الصباره المتحركه هي كانت احد اسباب الايكولاليا مثلا في الاطفال، الالعاب اللي بتعلم التكرار الكلام هي قبل 3 سنوات كثير مؤذيه. هلا الطفل اللي ما عنده مشكله اذا قلنا الجوال ما بياثر، بس الطفل اللي عنده مشكلة حكما التلفزيون والموبايل بيخلوا الطفل متلقي سلبي، فهو بس بياخد ما بيقدر يعطي. فنحن كتير لازم نأمن أماكن آمنة لحتى يفرغوا أطفالنا طفولتهم ونشاطاتهم وطاقاتهم الحركية. تمام، يعني بالختام الدكتورة صبا حمود دكتوراة إدارة أعمال وأيضا دكتوراة علم نفس ومديرة مركز أنا وطفلي، بدنا نتمنى لك كل التوفيق، نورتينا. شكرا يا شكرا يا دكتورة على حضورك اليوم، وهيك إن شاء الله تكون هاي الرسالة تكون أنتوا قد لتقدروا تستمروا فيها وتقطعوا بهدول الأطفال من مرحلة الشفاء والعلاج لمرحلة للمراحل المهنية. مشروعكم كتير حلو إنساني، وإن شاء الله هيك يا رب قريبا يبصر إنه. شكرا لحضورك. بالصحة والسلامة لكل الأطفال، وتحياتنا لجميع الكادر المتواجد عندكم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا.